بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعرف تاريخ تصنيع الجهاز بتاعي؟ الجهاز بتاعي لو لابتوب او بي سي عادي، ازاي اعرف تاريخ تصنيعه، يعني تاريخ اللي انتهى المصنع فيه من تصنيع الجهاز دوت؟ طبعا الحكاية ديت موجودة مش بس في الكمبيوتر، موجودة كمان في الموبايل، وموجودة حتى في المعدات والاجهزة الكبيرة. دايما بيحط تاريخ التصنيع على الشاسيه او في مكان معين يعني في الجهاز. تمام، احنا دلوقتي هنتكلم على ازاي نكتشف ده في الكمبيوتر. هنضغط على قائمة الستارت ونفتح منها ران. في ران هنكتب CMD. CMD ده الامر اللي بيفتح لنا الدوس. طبعا احنا هنختار الطريقة بتاعت الدوس في الخطوات ديت، في طرق تانية لاكتشاف الموضوع ده، بس احنا النهاردة هنقول طريقة الدوس. بعد كده هنكتب، لما يفتح لنا الدوس هيكتب DEPUG، نضغط انتر، وبعد كده هنكتب DF 3 اصفار، نقطتين فوق بعض، 3F 5، نضغط انتر. ده هو تاريخ تصنيع الجهاز اللي انا قاعد عليه دلوقتي، اللي هو 25/2/2009. طبعا ممكن يكون الجهاز نازل في 2010 كجهاز، بس ده التاريخ اللي انتهى منه المصنع في تصنيعه، وبعد كده بقى اتصدر واتنقل وحاجات زي كده. وبكده نكون عرفنا طريقة معرفة تاريخ تصنيع جهاز لابتوب او بي سي، الاتنين نفس الفكرة. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. تابعونا على البيج بتاعت سنة أولى كمبيوتر على الفيسبوك، facebook.com/firstyearcomputer. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.